سلام حبايب، كيفكن؟ كيف صحتكن؟ شو اخباركن؟ ان شاء الله يا رب تكونوا كلياتكم بالف خير. قبل ما نبلش بالفيديو يا بنات، لا تنسوا تحطوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس. هلا هون طلعوا كيف عم ننام انا ولادي بنفس الغرفه. وهلا اليوم قررت اول شيء اقوم اساوي هالحمام لاني اشفي غراض حط لي اياهم ابن عمي بالحمام، فهلا رح ليفه كلياتها وضبضبها لاني يعني منظرها هيك كتير زعجني، حتى كتير حوستها سهله لاني كلياتها بورسلان وارضها يعني كمان مثل البورسلان. شوفوا لي شلون طلعت عم تلمع من تحت ايدي. كتير حبيت انه الفيديو يلحق معي مشان انزلكم اياه، حبيت انه انزلكم كل يوم فيديو، بس والله للاسف انه انا ما عندي مساحه في الجهاز، فمشان هيك انه لازم منتج كل فيديو فيديوها. هلا هون حابه احكي لكم شغله على الحمامه. الحمام اللي عندي في نوع كلور اسمه فلاش. هالكلور انا بجيبه من عند السوريين، يعني ما بجيبه من المول، عرفته حصرا انه يكون سوري، بس انه فيه عذر هاد الكلور. طلع هو اول ما بتحطه منه على الارض او على البورسلان، قد ما كان لونه اصفر او ايش ما كان، بتلاقوا بروح الواقع بسرعه وهيك بطلع مثل رغوه، فهو بطالع رغوه لازم راسا انتو انه تليفوا محله، عرفتوا؟ انه ما لازم انه تنقعوا، هذا ما بينقع، هذا راسا بدكم تكتوا ويعني تليفوا. انه شو هو العذر فيه؟ انه كثرة الاستخدام بيهري البواري والاراضي وهيك يعني بحفر الاراضي، عرفتوا؟ يعني هذا الواحد وقت لازم يستخدمه انه بالشهر مره واحده او بالاسبوع مره، حسب يعني حسب يعني النظافة، انه اذا الاراضي وسخة كتير، عرفتوا؟ هلا انه انا منين عرفت انه هو انه بضر البواري او الاراضي او بحفر الارض؟ انه شلون سلفتي يا بنات كانت تستعمله كتير وتقلك ما بينضف معي الحمامات غير فيهم، وتروح وتجي يعني تقريبا بالجمعة تساوي الحمام فيه مرتين ثلاثة. بس بعدين شو صار؟ صار تنقط المي محل الحمام عند الجيران، والسبب انه هو عاد ما كان تستعمله هرى البواري وصار يسرب مي عند الجيران، عرفتوا؟ فانا تعلمت من غلطه وقلت انه انا ما بدي ارتكب هالغلط، وحبيت كمان فيدكم بهالشي. هون بالاخير خلصت كل البورسلان ليفته، بس صار عم بيضوي. حبيت لون البورسلان لونه اسود وابيض، كتير حلو وسهل. على فكره الحمام بورسلان احلى من انه تكون مدهن دهين، يعني انا برايي الحمام للبورسلان احلى شيء. هاي الحنفية هلا كمان عم بخها من هذا الاصفر اللي شفتوه مرة سويت فيه الغاز، هذا وينكن؟ ما بعرف اشتغل شغلة بدونه. كمان بخيت الحنفية فيه والله طلعت عم تضوي ضوي. اذا ملاحظين انه عم بعي الكاميرا قد ما صارت تلمع، صرت حس حالي انه صرت بين من الحنفية. كمان الله يعطيهم الف عافية للمنظفات لاني كتير ساعدوني بالحوسة. وهيك صارت الحمام بعد الحوسة. شايفين قد فرقت؟ وهلا بعد ما خلصت من هالهام، هلا بدي اروح رتب غزينة ابن عمي وغزينة ولادي او غزينة جوزي. هلا جيت هون على خزينة جوزي، هلا طبقت له هذا الرف، هلا عم علق هيك اغراض ولادي، هون البناطرين عم حطهم. هلا طويت هدول كلياتهم كمان رح طبقهم. هلا هيك طبقت لهم بلوزاتهم كلهم كمان. مين هيك مثلي؟ من كلش اثنين، من كلش اثنين طلعوا، طلعوا بلوزتين 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 بلوزتين، صارين مثل التوم بلوزتين. هلا دول كمان راح طبقهم. حتى هدول كلهم هيك رتبتهم، هلا كمان رح احطهم بالغزينة. هلا اجى دور غزينة ابن عمي. حملت له مدة هيك. هلا رح بلش طبق له البناطرين. هاي التاني. وهيك خلصت، هاي الطبقة الثانية خلصتها.
والله ما بعرف شو بدي أقولكم، ليش بيضلوا غراض البنت أكتر من غراض الشاب؟ يعني لاحظوا إنه غراض غزنت ابن عمي حطيت كم غرض إلي، ها حطيت غراض ولادي وحطيت له غراضه ولسه غزنته فاضية 9 كمان غراض. الله يعطيني ألف عافية، والله خلصت من هالغزينة. شوفوا لي هاي صورة يحيى ابني، مو يحيى، علي، علي ابني، طلع علي ابني، أنا عم واحد من بينات الطلاب. على هالصدفة وأنا قعدت عم شوف الصورة، فأنا قعدت بهالبناي ففي جارة ابنه صف ثالث، بس أنا استغربت إنه كيف هو صف ثالث وابني صف تاني، لسه هو جم ابني علي طلع أطول واحد من الطلاب، أظن إنه قدم تاني رأسا مدرسة ثالث هيك على ما أتوقع. شو عندي هيك مثل اللواحات، ترى هاي اللواحة هي بتعرفوا من مين؟ لو بتعرفوا من مين، هاي من نانتي الله يرحمها يا رب. صلى عندي تقريبا 9 سنين، شايفين؟ بس كنت انا مخبيتها، وطي الفلاش شوي، شوفوها هيك، بس هيك توضح. ايوه طلع صار مثل عقد لولو، فمن كتر ما بحبه ما بحب البسه مشان ما يتشرك، حتى معه حلق ثقب مقدس، يمكن ما ضل منه هون، هذا اظن انا انقرض. هيك خلصت هاي تطبيقة هيك بهالشكل، وهون شو عندي هيك زينة ما زينة حطيتهم بهاي العلبة الصندوق، برا غطيها. هلا بلشت طبق الكوميدينا، هلا شو حطيت هدول؟ صراحة ما بعرف إذا رح لحق إنه طبق الكوميدينا، إنه طبق المكياج. هلا رح أشوف هيك طبقت هي هيك يعني على السريع، عاد ما حسن طبقتها. هلا شوفي صبيات ليش قد مكياجك كتير. هيك بكون خلصت تطبيقها، هلا رح أمسح الغرفة. هلا انا ساوي الاراضي بكون هيك خلصت. هلا هيك بعد ما خلصت تطبيق هاي المجموعة كلياتها هيك كمان، والله حقكن علي، اليوم نسيت طعميكن، يوم طول النهار ما تذكرت ابدا انه طعميهم. ده احلى منظر. هلا اضل علي هي الطاوله رح اشوف كيف رح تطلع معي. هلا هيك مسحت هاي كلها، مديت هاي، ما بعرف هيك حبيت غير في الطاوله، شو رايكم هيك؟ الرواق حلو ولا التعجيق احلى؟ هيك بعد الحوسه والنظافه والاراضي عم تضوي، ويا عيني هي اطيب قهوه هيك اجا ابن خالي الله يعطيه الف عافيه يسوي لي غرابي هيك، ترى يا عيني. ومثل ما شفتوا يا بنات كيف قضيت يومي، ولسه عندي كتير شغلات وراح كمان اشارك فيها معكم. واكثر شي انبسطت على الغربول لاني كتير كان عم بيدخل لي دبان وبق وكل شي، شو ما بيخطر على بالك عم بيدخل، فمشان هيك كتير انبسطت واتركب لي الغربول. ولهون حبايب كون وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم، لا تنسوا من اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس، وبحبكم كتير. بس قبل ما انهي الفيديو حابة اقول اسماء الصبايا اللي حبوا انه طالعون. اول صبية هي هبة، اهلا وسهلا فيكي يا روحي. الصبية التانية روان نعيم، اهلا وسهلا فيكي كمان يا روحي. والصبية ام منير كمان اهلا وسهلا فيكي يا روحي. والصبية كنانة كمان اهلا وسهلا فيكي. والصبية ميديا كمان اهلا وسهلا فيكي يا روحي. والصبية رؤى كمان اهلا وسهلا فيكي، والله كلياتكم نورتوني وكتير عم حب حكياتكم اللي عم تحكوا لي اياها،
وكتير بحب اتسلى معكم وقت بنزل فيديو، وبتمنى انه انا كل يوم لحق فيديو مشان اسهر معكم بالتعليقات. وخليلي قلبكم انا، تصبحوا على الف خير. سلامات.